عتليتا 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 يا اخوان مفيش نو عتليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عتليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة عتليتا عتليتا عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عتليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عتليتا يا عتليتا قلت لك يا إمام الجوطة دي شنو طوال البرنامج ده يومي مياهون قسمة وسلمة هاي يومي على الله بالله من تصبح لا من خط راسه لأنه مناقرات بس مناقرات ومشاحنات كافي البلد انت السلمة دي مش هل عروسة جديدة؟ يا هل قطيمة اللئيمة وقسمة دي مش أم راجلة ونسيبتها؟ ما المفروض تحترمة؟ هاي لكن هي ما نجابة هي هينة ولا لينة وحاط الله نجابة نجاب وحاط الله يا عفليتة يا ولدي النسوان الاثنين ديل يا مرضنا الراجل ده يا كتلمنو ده خايف منها أنا لا لا يا ولدي انت بتختلف انت بتختلف انت بتجيب العقل الرزينة بعدين انت عارفني انا عقليتا عارفني كويس انا ما زولت مشاكل والله انا ما عارف العداوة دي في شنو ما كلهن واحد يا ولدي ما كلهن ما كلهن يا ولدي هسي انت كان عرست مرادي ما شاء الله تبارك الله كاملة ومكملة بعدين بتختي خلاص اثنين شوف ما في اي مشكلة واتخالدنا فوق راسنا بس نشوف العروس مبروك قلبه. انا ما بقدر على التعليمات دي وعتليتا لازم يشوف لي حل لا تعال هنا يشوف لي حل كيف ينعاد عايزاه يطردني ليكي لا 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 يطردني انا دي وامرك لكن لازم يشوف لي ايجار ما خير الله ما خير الله وقادر هو في ملكه يشوف لك ايجار مالك جوعناكي عطشناكي شغلناكي في البيت ما مترمتلي من سرير لسرير وتحضري في التلفزيون من مسلسل لمسلسل ومن غناء لغناء الماعون ده لو جيتي بعنده بتطقشي في دربك ما بترفعي لا 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 كده كالترسية دي ما عيشة بنسكت عليها في البيت ده انا لازم اتصرف يصرفوا لك الدواء مع البهايم قال اتصرف بس صرف انا دي والله ولدي ما سرحت وين؟ لا لا ما في حاجة أنا عندي مشوار ايش أنا بعصيرك ده؟ والله يا عقليتي يا ولدي مروة دي ما فيها أي كلام بعد شفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم أها شفت شنو يا عقليتا؟ لا لا ما تنفع ما تنفع ما تنفع سامح كوسر رايك شنو شوفي هوي لو فاكرين جايبين لك شغالة تبقي غلطانة يا أختي أنا ما بشتغل لك شغالة ما خير الله ما خير الله وقادر هو في ملكه وحاط الله كتاب الله لو ما القسمة شغالة ما بجيبك كافي البلا ما بتشبهي النسوان في أي حاجة لا بتعرفي تطبخي لا بتعرفي تغسلي لا بتعرفي تنظفي غير اليوم كله قاعدة مصغرة لي علبة الكريمات وحابسة المراية وتجلطي في وشك ما بعد أسوي شيء
عيني انا ما عندي معك عيشه وما عندي معك قاعده في البيت، ولا ما عندي عكليته عندي معه كلام ثاني. تعالي هنا لكي فكيني. ماشا وين؟ لا ماشا لهالي فكيني. ما خير الله وحاطلع عكليته لو ما جا من هنا ما بتمرقي. بس 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 شنو؟ لا لا ما في حاجه، اشربي عصيرك ده انا عندي مشوار. اجيب لك مره من وين؟ والله ما بتمسحي يا بنتي، كفاك ارتاحي شويه انت من الواطسي في حد الشاي القهوه، امشي ارتاحي شويه انا بمسح. معقوله يا خالتي؟ انا دي بمسح، انت لازم ترتاحي وتاخدي لك نومه. النومه محتاجاها انت يا بنتي، فترانه وتعبانه، امشي ارد حبه واخدي لك غمده. انا بمشي امسح وبمشي على العده اغسلها. غسلت على العده؟ غسلتيها؟ اي اكان غسلتيها خلاص. بمشي على الطبيخ. وما كلمتك؟ طبخت من الصباح انا. عكليتا. اي انا داير النعمه. نعمه منو؟ نعمه بتمسح. انا عارفه. عكليتا عكليتا يا اخوانا في شنو؟ عكليتا دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عكليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عكليتا مرة. عكليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط حارقني. عكليتا 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 يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عكليتا يا عكليتا 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 عكليتا.